عم نتحسن جيم بعد جيم. اليوم الارهاق شوي اصابنا لانه لعبنا جيمتين كثير صعبين اتحاد وسلا. اليوم تعتبر الفريق منه بمستوى الفريق اللي كان عم يلعب امبارح امام الاتحاد السكندري، خصوصا انه شفنا مايك افيبرا يعني اوت اليوم اوف بشكل كبير. بتصير، بس كمان اللعيب الكبير ببين عن معدن وباخر شوطة شاطة حتى حسمت المباراة. ما بعطل همه لمايك لانه امتى ما كان هي ويل ستيب اب وحيساعد الفريق كرمال يربح ويروح بعيد بهيدي البطولة. بعدك متشائم مثل ما كنت قبل ما تجي من بيروت؟ يعني كنت عم تقلي بس انا متكل ان الشباب يكونوا هانجري لانه يفوزوا بالمباريات ويحرزوا اللقب. ليك انا صراحة اول ما جيت انت بتحس فيهم يعني اقلك عني شخصيا انا ماني محمس، يعني حاسس انه الباسكت بول يعني كل شيء صرنا فيه ماني بقى بمود انه اشتغل ودرب وهيدا. بس اول ما جيت لهون يعني الادرينالين والباسكت والاجواء ترجع لحالك، يعني ما بعرف شو بصير، تجيك دفعة معنوية مثل ما بقوله كتير كبيرة بترجع بتتحمس. فالحمد لله يعني رجعت لنا هيدي الشحنة، عم نجرب نلعب وتو انجوي اجين. انا كل تركيزي كان للعيبتي انه تراي تو انجوي. انا مسجل 14 لعيب، يعني جبت لعيبة عن جد كنت بتمنى يكونوا معي، جبتهم ليلعبوا لو شاركوا، لو ما عم يشاركوا بوقت كتير كبير، بس جبناهم من انديتهم. وجه تحية لنادي اطلس، نادي بيبلوس اللي وقفوا معنا وعطونا لعيبة كرمال نكون هون. فبرجع بقلك التشاؤم موجود لانه حاسس انه اللعيبة الجيم على مفترق طرق وبنفاتت بنفق اسود طويل. ان شاء الله نطلع منه قريبا. Thank you. Good luck coach لبكرة.